المشكل ديال المياه عافاك راه مخدي ضم خديتهاش قبيله لان السي بريجا قال لي بتي لا لا النقطه ديال المياه لا ما يخليك لا لا الله يخليك الله يعطيك الخير الله يعطيك الخير بلاتي وخليني راه خديت تاقت مع رئيس الفريق ودابا راه ضيعنا الوقت السي بريجا قال لي المشكل ديال المياه السيده الرئيسه خليه المشكل ديال المياه السيده الرئيسه حنا كنشوفوا دابا ملك البلاد الله ينصرك الله يخليكم ملك البلاد الله ينصرو الخطاب ديال عيد العرش خاصو المياه والمشاكل اللي كنعانيو منها اليوم حنا كجماعه الدار البيضاء خصنا حنا نساهموا ما خص ماشي غير كنقولوا للمنتخبين كيخصنا حنا نساهموا في التيران نديروا جولات تحسيسيه نديروا سيارات نديروا مع كازاني او ناس نديروا سيارات كتضوف في الشوارع وكدير تحسيس بهذا الاتصال على الماء على اساس اننا نقتصدوا ان الشيء اللي كنسمعوا الان كما قال احد الاعضاء هنا راه شيء اللي هو راه ملموس راه ماشي ما كاينش الله يخليكم الله يخليكم الله يجزيك بخير دابا لقيت مشكل مع الناس الاول هضر معاه هضر معاه وما تهضرش معايا صاحبي سيدي الرئيس الله يخليك هضرنا كذلك دورات دورات داز هضرنا على الكرافه هضرنا على هضرنا على الكرافه هضرنا على السيارات المتلاشيه قلتوا لنا بان تحل المشكل قلتوا لنا بان تحل المشكل لحد الان باقي الكرافه ما تحلش المشكل ديالها فا ملي كنخرجوا بشي شي كنخرجوا بشي تصريحات ولا كنخرجوا بشي حاجه من المجلس ستكون هي هذه فين وصل المشكل ديال الكرافه فين وصل المشكل ديال المتلاشيات وحنا قادمين الان على تنظيم كاس العالم واسي بريجا واسي بريجا وخلينا ندويو خلينا نوصلوا مع المشاكل ديال السكينه انت بواحد كتخمعني وقبيله كتقول لي خذ ماشي مشكل خلينا نهضر راسي واش ما نوصلوش المشاكل ديال الناس لا 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 مركز القرار المشاكل ديال الكرافه وديال السيارات المتلاشية اشنو وصل فيها السيد الرئيس؟ الله يخليك كاين السيد الرئيس الله يخليك الدورات اللي كدور دابا استثنائية حاولوا ما كنخذوا لها التوقيت ديالها راه دابا هذا شهر 8 وشهر 9 كاين 700 الناس في دورة استثنائية كذلك راه يعني فيهم الدورات ديال المقاطعات خذوا بعين الاعتبار هذا خذوا بعين الاعتبار الموظفين وفي النهاية كنشكر بهذه المناسبة كنشكر كذلك جميع الموظفين على مستوى جماعة الدار البيضاء وجميع المقاطعات ديال الدار البيضاء على الخدمة اللي كيأديوها كما أنني كنطلب منك سيدي الرئيسة أن واحد العدد من الموظفين اللي هما شبه أشباح ما كيجيوش للهدف ديالهم أولا كيجي بوانتي ويزيد والناس أخرين كيضحيو كيتقاتلوا معانا نتمنوا ان هذه النقطه تخرب على الاعتبار سيد الرئيس راه ماشي ديزا من فراغ وصافي سمحوا لي شو وخليونا ما شوش اولا الناس كنعاودوا يجيبوا لنا الحوار ديال الفورم الجديد